يسعد صباحكم عن جديد. أما هلا رح نروح لأولى فقراتنا لليوم وهي الفقرة الطبية لنحكي فيها عن التهاب المفاصل. طبعا في أكثر من 150 نوع لالتهاب المفاصل، لكن يعد الفصال العظمي هو الأنواع الأكثر شيوعا وبيأثر على الركبتين والوركين والعمود الفقري. وطبعا في دائما منشوف مو بس المسنين بينصابوا بالتهاب المفاصل بشكل عام ليا، إلا كمان منشوف شباب والصبايا بأعمار صغيرة عم ينصابوا بآلام التهاب المفاصل مثل ما بعرف. لكن ليلى خلينا ننتقل ونحكي بموضوعنا يلي ذكرتي مع الدكتور علي حمدان أخصائي جراحة عظمية. صباح الخير دكتور علي. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. سعد صباحك. يا هلا. سعد صباحك دكتور. سعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بداية خلينا نحكي عن التهاب المفاصل أو داء الفصال العظمي. الالتهاب المفاصل التنكسي أو الفصال العظمي هو علة أو آفة غير التهابية، منو التهاب بحد ذاته، بتصيب المفاصل المتحركة بالجسم. أي مفصل متحرك بالجسم ممكن يصاب بهاي بالفصال العظمي. بيتبدل فيه الغضروف الزجاجي الحامي لسطح المفصلي اللي بيساعد على الحركة، اللي بيخفف بيزيد انزلاق المفصل، بيخفف الضغط داخل المفصل، بيتحول فيه من نسيج غضروفي إلى نسيج عظمي بشكل تدريجي. يعني ونقسمه بحسب هاي الأقسام، يعني بحسب هاي التحولات الغضروفية بنقسمه لأربع أقسام أو لأربع درجات حسب شدته. درجة أولى بيكون فيه تبدل خفيف لسماكة الغضروف. درجة ثانية بنلاقي طبعا حسب صورة شعاعية عادة، درجة ثانية بنلاقي انه صار في عنا نوع من التصلب تحت الغضروف. درجة ثالثة بصير في شيء اسمه المناقير او الكيسات تحت المفصل. درجة الرابعة بيكون صار ما في غضروف ابدا، عبارة عن عظم عم يحتك مع عظم. نعم دكتور علي خلينا نحكي، يعني ذكرنا بعض الحالات ولكن العمر له يمكن له حقه مثل ما بيقولوا، ولا مثل ما ذكرنا بالمقدمة انه ممكن يصيب صغار بالعمر؟ طبعا هلا نحن هون بنحكي عن نوعين، معناتها من الداء التنكسي، الداء التنكسي البدئي او الاولي والداء التنكسي الثانوي. بصراحه يعني بنلاقي بعمر تحت ال 45 اصابه الذكور والاناث متساويه. هي عم لك شو العمر، يعني موضوع العمر تحت ال 45 الذكور والاناث بتساوي بالاصابه. بين ال 45 لل 55 بنلاقي الذكور اكثر لانه اكثر نشاطا، ممكن يتعرضوا للداء التنكسي الثانوي. وبعد ال 55 النساء هن اكثر اصابه بالداء التنكسي. هي علاقه الداء التنكسي، يعني هي الاحصائيه بتبين لنا علاقه الداء التنكسي بالعمر، انه بيختلف بيتطور بتطور العمر. بنشوفه باعمار صغيره باي سن ممكن نشوفه، بس بيكون هون داء تنكسي من النمط الثانوي او الثانوي او يعني ما هو اللي بنشوفه مع الشيخوخه بالعادي او تطوري. هذا نتيجه كسور داخل المفصل عاده بيكون بالاعمار الصغيره او نتيجه جراحات او التهابات داخل المفصل. ممكن يكون عوامل وراثيه مثلا هذا المرض، او احيانا نوع الغذاء اللي ممكن نحن ناكله له علاقه بهذا الشيء؟ هلا النمط الاولي مرتبط ارتباط وثيق بالوراثه، مرتبط ارتباط وثيق بالمهنه وبقله الفعاليه الفيزيائيه. فالوراثه لها دور بشكل اساسي يعني بالنمط التطوري اللي عم نحكي عليه، هذا اللي ممكن نشوف اي واحد منا ينصاب فيه. ما عم نحكي عن النمط الثانوي اللي ممكن نتيجة التهاب أو كسر أو أي مشكلة داخل المفصل يعني. نعم دكتور علي خلينا لكن ننتقل ونحكي عن علاجات، البداية بالأدوية قبل ما نروح إلى العمليات الجراحية. هلأ لما بدنا نحكي عن علاج بنحكي عن مرحلة للداء التنكسي. المراحل البدائية من الداء التنكسي أو المرحلة البدئية الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، كل طريقة يعني كل مرحلة لها طريقة علاج خاصة فيها. لما نقول المرحلة الأولى والثانية، طبعا بكل المراحل خلينا نقول أهم شيء العلاج الفيزيائي وتقوية العضلات وتمطيط الأربطة حول المفصل، كون عم نحكي عن الركبتين. يعني لازم يكون عندي عضلات قوية، أربطة مرتاحة لحتى أقدر أعالج مريضنا. طبعا الدواء العلاج الدوائي هو كلها بنشوفها ضمن صورة شعاعية. طبعا التشخيص هلا بنشوفه نحن بنشخص بصورة شعاعية وبنحدد الدرجة، بعدين بنحط خطة علاج. دائما بكل نوع من الأنواع الأربعة في نستعمل مسكنات الألم، مضادات التهاب الاستيرويدية،
بالإضافة للعلاج الفيزيائي اللي هو أهم شيء، أو الفعالية الحركية أو زيادة النشاط الفيزيائي عند المريض. هاي بالمراحل الأولى، نحكي أولى تانية. بمراحل ثالثة أربعة ممكن ما يستفاد المريض فقط على المسكنات، هون ممكن نلجأ لبعض الحقن داخل المفصل. طبعا الحقن هون بيختلف حسب الأمراض المزمنة عند المريض، حسب درجة الداء التنكسي ثالثة أو رابعة، حسب إمكانيات المريض. هلا في حقن نحقن مادة اسمها الهيالورونيك أسيد. هلا هي مادة يعني يقال أنها تنشط الخلايا الغضروفية، لكن ما في يعني دراسة أكيدة بتأكد أنها بتنشط أو بتساهم بشكل كتير كبير بعلاج داء التنكسي. استيرويدات القشرية يعني الكورتيزون، خلينا نقول مثل البيتا ميتازون والتريامسينيلون، هدول شائعين كتير بالحقن. هدول مخليهم المراحل النهائية جدا، ما بصير ينحقنوا. وبصير لك كل الأعمار ينحقنوا؟ ما بصير ينحقنوا إلا للمراحل النهائية. نهائية. أو المرحلة الرابعة. يعني إذا حدا كبير بالعمر بيلقى هيك. المرحلة الرابعة اللي هي بدها عادة تحتاج، أو الثالثة تحتاج إلى تبديل مفصل. يعني هو الحل الجذري لنقول، هو تبديل مفصل الركبة هو الحل الجذري لهي الحالة. بس ما كل الحالات فينا نعملها تبديل مفصل، ولكن الحالات يعني فهون نلجأ للحقن. واللي عادة هو الاستيرويد القشري أو الكورتيزون. هلأ الكورتيزون في كتير خلاف على موضوع حقنه بنحقن ولا لا، ولا له تأثيرات جانبية دائماً. تماماً. هلأ يعني فينا نحكي يعني شوي بموضوع التأثيرات الجانبية. الحقن يعني ما بصير عن مرضى سكري، الحقن ما بصير يعني مرات متعددة بالسنة، عم بحكي على الكورتيزون على وجه التحديد. ما بصير نحقن مفصل بدرجة أولى أو ثانية أو ثالثة حتى يعني بالكورتيزون، مخليه للمرحلة الرابعة وبحالات قليلة كتير. له تأثيرات على المفصل ذاته، يعني ممكن يعمل انمحاء تام بالغضروف إذا انحقن بمراحل أولى أو ثانية أو ثالثة. يعني طب وفي أشخاص بياخذوا كورتيزون من خلال كبسولات، تمام، فيهم يحقنوا الركبة أيضا؟ هلا ما في تعارض بين أخذ الكورتيزون والحقن الموضعي، إلا انه ممكن يكون حملنا المريض جرعه زائده من الستيرويدات. هون ممكن يعني طبعا الجرعات العاليه من الستيرويدات القشريه ذات تاثير عكسي على الكلى، بتعمل بدانه، ممكن تعمل استخدام مديد ممكن يعمل هشاشه عظم، ولكن هي حل جذري بعض الحالات المفصليه بصراحه. طب دكتور، باعتبار حكينا عن مراحل العلاج، خلينا نحكي عن عوامل الوقاية. كيف الوقاية من التهاب المفاصل التنكسي؟ كيف أنا بدي أحمي حالي من هذا الموضوع؟ تماماً. هلأ نحن دائماً بس أي سؤال عم ميز بين الأولي والثانوي. والثانوي. تماماً. هلأ لما نحكي خلينا بالثانوي، لما نحكي بالثانوي لازم نلغي العامل المسبب أهم شيء. يعني إذا عندي نقرس، إذا عندي رثياني، إذا عندي ناعور، إذا عندي لازم أضبط الحالة، إذا عندي مثلاً سكري، إذا عندي مشاكل بالغدد مثل الغدة الدرقية، مثل ضخامة النهايات، لازم نضبط العامل الأساسي، بعدين ننتقل للعلاج التنكسي اللي هو ثانوي. العلاج التنكسي الثانوي والبدئي بعد هاي القصة، أول شيء الفعالية الفيزيائية للمريض لازم نحطه على معالجة فيزيائية إذا كان مريضنا ما نو قادر يعني يلتزم بتمارين معينة. الوقاية المشي هي من أهم يعني من أهم الأمور اللي بتساعد على الحفاظ على مفاصلنا، خاصة الركبتين، بمعدل 4 ساعات أسبوعياً. ممكن نعمل يعني بعض العمليات إذا كان في عندي تقوسات بالساقين، ممكن نعمل عمليات خزع على الساق، نعطي محور ميكانيكي طبيعي للركبة حتى نخفف موضوع تنكسها مستقبلا. فقط مشي، أما تمارين رياضية تانية لا. هلا نحن لما عم نحكي عن الركبتين، أهم التمارين اللي بتفيد هي بصراحة المشي المنتظم، مثل ما قلنا 4 ساعات أسبوعيا. أما باقي المفاصل مثل عضلات العمود الفقري، هي السباحة، باقي الرياضة السويدية وهدول القصص، يعني أي نوع من أنواع النشاط الفيزيائي ممكن يساعد يعني بنشط عضلاتنا وبيحمي أربطتنا كمان. نعم دكتور، دائما منخاف نحن نلجأ للعملية، منخاف لرد فعل الجسم على شيء جديد فات على جسمنا، يعني أو دواء جديد، أو فما بالك نحن عم نغير ركبة كاملة. خلينا نحكي عن ردة فعل الجسم. كل الأجسام بتتقبل أنواع التغيير الركب المفاصل، يعني أي شيء بيتعلق بتغيير ما في شيء اسمه رفض للمفصل. هي اكيد في انواع، ولكن نحن بنخاف ما بعد العمليه قديش بيصير في فيدباك. ما في شيء اسمه رفض جسم
للمفصل لانه جسم اجنبي. أوكي. ما في هلا في في كثير يعني مضاعفات ممكن نشوفها بعد جراحه الركبه. بس كاختلاط يعني كاي عمل جراحي بنعمله بالجسم ممكن له يكون له مضاعفات او اختلاطات بعد اجراء العمليه الجراحي. ما في شيء اسمه رفض للمفصل او حساسيه تجاه المفصل. ممكن يكون في عنا انتان ما بعد العمل الجراحي، ممكن يكون عنا عدم ارتياح عند المريض نتيجه خلل يعني خلل بالزوايا او بالدوران للمركبات المفصليه اللي بنركبها بعد العمليه. هي اكثر شيء بنشوفهم، يعني اهم شيء انه ما يصير انتان بعد العمل الجراحي حتى ما يرفض المفصل. اكثر حالات الرفض المفصلي هي بسبب انتان بعد العمل الجراحي فقط. هون بنأكد على اختيار المريض المناسب، اختيار المريض المناسب لاجراء عمليه جراحه الركبه. لازم يكون المريض مناسب من ناحيه العمر، من ناحيه طبعا كل ما كان العمر اكبر كل ما احسن. احسن؟ ايه تماما، لانه المفصل له عمر معين يعني. يعني هلا انه في ناس عم تقول لك انه لا بنيجي هلا في احدى يعني بالاوساط الطبيه بنحكي انه بنبدل بالدرجه الثانيه والثالثه انه لا الاربطه احسن والمفصل يعني تبديله بيكون اسهل، بس انت عمليا عم تحط مفصل اسمنتي داخل الجسم، يعني هذا قابل انه يصير فيه انحلال بعد 10 سنين، فانت كل ما كان العمر اصغر فبدك انت ترجعي تبدلي وبنسميه الريفجن اعاده المفصل، عم يكون له الريفجن اصعب مكلف اكثر للمريض، فهون كل ما اخرنا موضوع التبديل المفصلي بيكون احسن، كمان ما بناخره لمرحله بيصير المريض عاجز انه يعني يصير تاهيل اربطته وعضلاته وبصير عنده ضعف عضلي شديد، بدنا نوازن هذا الامر ونختار العمر المناسب، الحاله الصحيه، يعني الضغط السكري، الحاله العامه للمريض، امكانيه التخدير، لكن المفصل هو الحل الجذري والنهائي والامن، واللي بيغير نمط الحياه عند مريض بيحتاج انه يعمل مفصل. مو مريض مثلا بيمشي 100 متر باليوم بيجي او 200 متر مثلا باليوم، انا والله بيجي ببدل له مفصل، يعني ما هون ما عملت انا تغيير بنمط الحياه عند المريض، هون اللي يكون متالم وغير قادر على الحركه هون بيستفاد. هلا دكتور، دائما الشائع يعني مثل ما ذكرنا من شوي انه في فئه شباب عم تنصاب وخصوصا انه الركبتين، في بيقولوا هيك دائما هيك المقولات، مثلا احيانا القعده على الارض مثلا لفترات طويله، دائما الناس انه المد العربي، احيانا ممارسه تمارين غلط، او السمنه مثلا الزائده ممكن لها علاقه. هدول الاسباب صحيح انه هن موجودين لهذا الشيء؟ تماما. هلا نحن لنحكي انه الداء التنكسي انه ليش عم ينصابوا فيه باعمار اصغر، العمر اصغر، اهم ما في الموضوع هي قله النشاط الحركي عند الناس. يعني عموما صار نمط الحياه تبدل بحيث انه قل النشاط الحركي، ما عاد يعني هذا اهم عامل انا برايي. قوه العضلات يعني ما عندنا قوه عضلات جيده لمفاصلنا لحتى تحميها، لانه قوه العضله بتساعد على ثباتيه المفصل، كل ما كان المفصل اثبت كل ما كان تنكسه اقل. موضوع التربيع انا برايي الشخصي انه التربيع او هي العادات اللي بنحكي فيها وكذا هي بتزيد الالم بعد حدوث الداء التنكسي. تمام. يعني هي بتفاقم بس مانا مسببه، بس مانا مسببه. موضوع البدانه هي في 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 شغلتين، يعني في رايين بالبدانه. البدانه انه بتزيد الضغط على الركبتين. انا رايي مو البدانه بحد ذاتها، مو الوزن هو السبب، انما الضعف العضلي المرافق للبدانه هو عم بيكون السبب. يعني اذا كان انسان وزنه 200 كيلو او 150 كيلو مثلا رياضي، بنشوف كثير مثلا ناس رياضيين وزنهم مثلا 150 كيلو مصارع او شيء او كذا، عضلاته كثير قويه، يعني مفاصله كثير جيده كذا، ما عنده مشكله. بينما بنلاحظ واحد او سيده عمرها مثلا 40 سنه وعم تعاني من داء تنكسي، ممكن لا يتجاوز وزنها 60 كيلو. لانه كثير هذا السؤال، دكتور انا مثلا وزني انا 60 كيلو كيف صار معي هيك؟ يعني ربط شوي مانه منطقي يعني بصراحه. تمام. طب دكتور خلينا نوضح نقطه، هل نقص فيتامين د او بي 12 او هشاشه العظام اللي عم نشوفها هلا كثير منتشره عند السيدات ممكن يمكن تاثر على ما في ربط علمي التنكسي؟ يعني ما في ربط علمي بين نقص الدال. نحن عم نشوف، عفوا منك دكتور، هلا كل الدكاتره عم يسقطوا معك نقص فيتامين د، معك هشاشه، نقص فيتامين د. هلا الفيتامين د هو بنعتبره هرمون، نحن بيتدخل بكل خلايا الجسم واجهزتها. يعني كل شيء
يعني ما يعني حتى بيعمل اكتئاب نقص الفيتامين د يعني الفيتامين د والتخلخل العظمي ما له علاقه بالتنكس كتنكس بشكل مباشر انه بيضعف المنطقه بس تماما انه هذا بشكل غير مباشر يعني تماما ايه طبعا ما يعني ما بنقول هو المسبب عرفتي كيف بس لازم يكون كمان انه اذا سيده عندها نقص فيتامين د عندها تخلخل عظمي يجب ان يعالج هون عم نحكي عن مرض ثاني تماما مرافق للتنكس هلا بيرتبطوا ببعض لانه التنكس بيقلل الحركه تنكس بيقلل الحركه وقله الحركه بتعمل بتزيد موضوع الهشاشه العظميه فهن مرتبطين ببعض ارتباط غير مباشر ما انه نقص فيتامين د انا عم يعمل لي مشكله ما انه انا باكل مثلا شيء بيصير يعني حتى نوع الغذاء ما له علاقه ابدا ما في اي علاقه حتى الادويه المتممات الغذائيه ليس هناك ربط مباشر بينه وبين صحه الغضاريف المفصليه وبنعطيها وكل الاطباء بيكتبوها بس كذلك الامر يعني ما انا هي ما في راي يعني او راي علمي واضح بهي القصه موضوع الجلوكوزامين وهدول الادويه المتممه يعني لك زيت السمك والكولاجين كمان خاصه مع اسعارهم المرتفعه جدا هني هل فائدتهم هي مقارنه باسعارهم يعني لحد الان ما في ربط يعني طب دكتور هلا في ممكن يكون في انواع ادويه الاشخاص ممكن ياخذوها هي ممكن مع الايام بتسبب هذا الفصال العظمي هلا ما في دواء بيسبب مباشره فصال عظمي فينا نحكي عن الكورتيزونات مثلا الكورتيزونات هي بتاسس يعني بتاثر على موضوع الجسم ككل يعني بتساهم بزياده الداء التنكسي ممكن ما بتحدث داء تنكسي يعني هي بشكل مباشر او بتعمل اذيه بالخليه الغضروفيه داخل المفصل بشكل مباشر الا بحال الحقن الموضعي لما احقنها انا بشكل موضعي لما اخذها انا جهازي بتساهم بشكل غير مباشر اما لما احقنها موضعي فهي عم تخرب الغضروف المفصلي الدواء الوحيد اللي ممكن يخرب وبسرع التنكس هو الكورتيزون لهيك لما نحقنه لازم ينحقن بالوقت المناسب وبالدرجه المناسبه حتى لو تاخذ عن طريق كبسولات او شيء ممكن مع الايام يساوي هيك قصص او بشكل غير مباشر هو يكون بده يكون موجود من الاساس هذا الالتهاب او تمام يعني ما في ربط مباشر بينه وبين الداء التنكسي اما الحقن الموضعي هو اللي بيعمل الضرر تمام دكتور بالختام اكيد بدنا نتشكرك ونصائح بتحب توجهها لكل المتابعين اللي عم يشوفونا وانا بتشكركم كمان اهم نصيحه هي الفعاليه الفيزيائيه صراحه موضوع التنكسي اهم ما في الموضوع النشاط الحركي للمريض 4 ساعات بالاسبوع كافيين ليكون مريضنا عم يعمل وقايه او عم يحافظ على درجه التنكس اللي عنده 4 ساعات بالاسبوع ما انه كثير يعني ساعه يوميا تقريبا او اكثر شوي مو اكثر من هيك نعم اكيد بدنا نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمت لنا اياها اهلا وسهلا فيكم كثير بتشكر